فضل، كل الفضل يعود لي كمان. هذه الكرة الأولى لبيكيه، ولكن كانت ربما سهلة الكرة، كانت في منتصف المرمى، كذلك في نصف المرمى، كذلك كرة رافينيا كانت ربما الأصعب على كمان في الشوط الأول، ولكن كرة نيمار كانت الأصعب على الإطلاق. أنا لعبت ضد كمين يا باسم مع منتخب الكاميرون، وجبت فيه جون 2008 نهائي مصر والكاميرون. هو عنده نقطة ضعف وحيدة، لان انا كنت بفرج على فيديوهاته وشرايته وهو شغال في الدوري. نقطه ضعفه الوحيده ناحيه الشمال على الارض، كل الكور اللي جت كور عاليه وعلى اليمين، التراي بتاعه عالي فيه. نقطه ضعفه الوحيده ناحيه الشمال وعلى الارض. كان يجب ان تخبر لاعبي البارسا. لا انا بقول لك انت عشان احنا موجودين، انما هو قدم مباراه كبيره، تصدي كبير، التراي بتاعه لا ما شاء الله، يعني تصدي المباراه وقدم شوط كبير وساعده اسلوب البارسا، وخاصه في اخر 30 دقيقه ان البارسا بيلعب كور طويله، كور عرضيه، كرات العاليه، كان سهل على بيكيه، وقدم على بيكيه وباكو المهاجمين. مش البارسا اللي يعمل العرضيات، يعتمد على العرضيات وكور طويله، ولا شفنا وانتو، ولا شفنا تصويبات، ولا شفنا جمل. انت ترص اللعيبه في قلب ال 18 وتلعب كور عالية.